حضراتكم من جديد. طبعا مش محتاجه افكركم بان انتم تدخلوا على صفحتنا وتتابعونا على صفحه برنامج صباح الورد بالعربي على الفيسبوك او تان تي في. فقراتنا النهارده هنبداها معاكم بفقره عن افلام العيد. كل سنه وانتم طيبين، العيد قرب، وهنعرف استعدادات النجوم لموسم افلام عيد الاضحى. كل سنه وحضراتكم طيبين، وهنعرف كمان ايه الاعمال اللي هتكون موجوده والاعمال اللي منتظر يتم الاعلان عنها في الايام اللي جايه. تفاصيل كتير جدا هنعرفها في حلقتنا النهارده. اما فقرتنا الثانيه فهيكون معانا فيها موهبه فنيه جميله، عمر عبد الوهاب الشاب الجميل اللي هيغني معانا مجموعه جميله من الاغاني وهيعزف كمان بالجيتار. كل ده هيكون معانا في فقرتنا الثانيه في يعني حلقه كده مميزه في نهايه الاسبوع. اما دلوقتي فتعالوا نروح مع بعض نشوف الترندز بتاعت النهارده ونرجع مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للتصدير بعد اعاده تشكيله، واللي في توجيهات من رئيس الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع استراتيجيه شامله لزياده الصادرات من اجل تحقيق 100 مليار دولار
صادرات في العام خلال السنوات القليلة القادمة. أما بقى عن مهام المجلس الأعلى للتصدير، فهي هتكون تعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية، وده علشان نشوف المنتج المصري في كل مكان في العالم. هيكون في أسواق مميزة ومعارض على أعلى مستوى. تفاصيل أكتر هنعرفها دلوقتي مع بعض من خلال دكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة حلوان اللي معانا دلوقتي على الهاتف. صباح الورد يا فندم. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. وعايزين نعرف من حضرتك كده في البداية، ايه هي أهمية تشكيل المجلس الأعلى للتصدير؟ هو الحقيقة دي إعادة تشكيل، يمكن كل سنة بيحصل عملية إعادة تشكيل للمجلس التصديري، ويمكن الدورة دي المجلس التصديري عنده مهمة قوية جدا، إن في تكليف رئاسي من فخامة الرئيس بضرورة تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وبالتالي كان هنا في قيمة مستهدفة واضحة، إن يكون في عندي 100 مليار صادرات إزاي نحققه؟ فالمجلس التصديري مكلف بالبروسيس نفسها، العملية إزاي أقدر أحقق 100 مليار صادرات. عشان كده لو نشوف التشكيل الخاص بالمجلس التصديري، تلاقي حضرتك في وزير النقل، في وزير الزراعة، وزير الاتصالات، إذا في مجموعة كبيرة، طبعا وزير الصناعة والتجارة، في مجموعة كبيرة جدا من الوزراء، لأن ده الأساس المعني بكيفية زيادة التصدير. فده كان الهدف من عملية المجلس التصديري. والتحدي الرئيسي في الموضوع ده إن التارجت بتحقيق 100 مليار صادرات ده جاي في ظل مجموعة من التحديات. إحنا لسه الاقتصاد العالمي يدوب بدأ يشم نفسه من الكوفيد، فجات الأزمة الروسية الأوكرانية، كل دي تحديات بتأثر كتير جدا على سلاسل الإمداد العالمية وعلى أسعار المواد الخام. فالحقيقة المهمة صعبة جدا ولكن ليست مستحيلة. طيب دكتور صابر، يعني من كلام حضرتك نفهم أنه هذا المجلس هو مجلس تنفيذي، يعني هو مش مجرد بيعطي توصيات، يعني هل بيساهم أو إزاي هيساهم هذا المجلس في تعظيم الصادرات المصرية للخارج؟ القصه كلها ان المجلس ده بيحط الاستراتيجيه العامه، الخطوط العريضه، وبالتالي بتنتقل هذه الاستراتيجيه الى عمليه التنفيذ عن طريق مثلا المتخصصين في صناعه الغزل والنسيج، دول بيبقى ليهم كيان معين لوحده، والمتخصصين في صناعه الادويه كيان معين لوحده. وبالتالي الهدف من او التارجت للمجلس التصديري انه بيحدد لي المنتجات والقطاعات تحديدا اللي نقدر الاسواق او المنتج المصري انه يقدر يحقق التارجت ده. فبالتالي احنا ممكن نقسم المنتجات لاكثر من مستوى على حسب الاستراتيجيه اللي هيقسمها المجلس. يعني مثلا ان في الكاتيجوري A ده ممكن ان نحقق منه صادرات بنسبه كذا في فتره زمنيه اقل، لان دي مثلا المقومات الاساسيه بتاعتها متوافقه. الكاتيجوري B او القسم الثاني محتاجه وقت شويه لان في بعض المقاومات لسه محتاجينها. فده المهمه الاساسيه، ان احنا عايزين استراتيجيه واضحه بحيث ان انا اقدر اعرف ايه المنتجات اللي، يعني مثلا على سبيل المثال خلينا نتكلم على ارقام حقيقيه ومنتجات. يمكن الصادرات الممكنه لمصر عالميا في اكبر منتجين، عندي منتج اليوريا اللي هي الاسمده، وعندي منتج البرتقال مثلا. دول اكتر منتجين في مصر جاهزين، دول مش محتاجين خلاص، يعني حاجات بسيطه جدا تقدر ان انت تصنفهم دول كاتيجوري A، ان انت ممكن تخش بيهم وتزود الصادرات بتاعتك. فهو ده التارجت، ان احنا عاوزين نقسم المنتجات بتاعتنا الى فئات معينه. ايه الفئات اللي فعلا مش هتاخد وقت ودي الاجراءات العاجله؟ يلا ادرس السوق بتاعك. يعني في سلع او في منتج مثلا زي ما حضرتك اشرت انه مثلا منتج البرتقال ده هو مش هيبقى محتاج شغل كتير او مش هيبقى محتاج دراسه كتير، هو جاهز وجاهز للتصدير على طول، انما هيبقى ممكن يبقى فيه منتجات محتاجه دراسه اكتر اقتصاديا، بحيث انه ازاي تعظيم المنتج ده علشان يتم تعظيم الصادرات. مظبوط كده؟ يعني مثلا في منتج البرتقال انت هتحتاج ماركتنج بسيط، مش هتحتاج تسويق على الانتاج نفسه. انت محتاج بس شويه ماركتنج بسيطه. انما في منتجات تانية لا، انت عايز تشتغل على الهيكل الانتاج بتاعك، عاوز تغير التكنولوجيا، عاوز تغير الديزاين، عشان تقدر تشوف الاذواق حتى بتاعه المستهلك الاجنبي. انا لما اجي مثلا، ما هو ايه اسباب المشاكل اللي كانت واجهتنا في صناعه الملابس الجاهزه؟
ان ما كانش في تقدم في الفترات اللي فاتت، ان احنا مش احنا انت بتنتج المنتج ده مش ليك، انت بتنتج للعميل الخارجي الزبون. فانت لازم تشوف هو عاوز ايه، الديزاين شكله ايه، الستاندرد نفسها بتاعت او البنش مارك بتاع المقاسات نفسها شكلها ايه، متطلبات السوق يعني. كانت غايبه جدا في الفتره اللي فاتت. من فضلك يا دكتور كمان احنا عايزين نعرف ايه العائد اللي هيرجع على القاره الافريقيه بشكل عام. التبادل التجاري ما بين مصر وافريقيا يمكن بالمناسبه ان العام 2021 اعلى عام للصادرات المصريه. الصادرات المصريه حققت فيه تقريبا 40.7 مليار دولار، وده اقصى رقم وصلنا له كصادرات سلعيه، ما بنتكلمش على خدمات. تمام؟ فنسبه التجاره الافريقيه تقريبا 10%، كان بيتكلم في حدود 4 مليار. النسبه دي غير مرضيه برضو، وده كان من ضمن الحاجات اللي بتفسر جهود القياده السياسيه في مصر. لا احنا عايزين ندعم بقى التجاره البينيه الافريقيه، لان نسبه 10% دي نسبه ضعيفه جدا. لو قارناها مثلا بنسبه تجاره بينيه ما بين دول الاتحاد الاوروبي بينهم وبين بعض، النسبه دي توصل ل 70%. وبالتالي كان ده سبب ان مصر بتتحرك في القاره الافريقيه عن طريق اتفاقيه التجاره الحره القاريه، عن طريق الكوميسا، عن طريق الاستثمارات. فده بيعظم كتير جدا من الدخل القومي. الصادرات اصلا جايه من سورس مهم جدا او مصدر مهم جدا اللي هو الاستثمار. انا دلوقتي هصدر ازاي الا لو انا فاتح مصنع وبشغل عماله؟ يعني هي الفكره انه القاره الافريقيه كان بيتم استغلالها من الدول العظمى بانه بيصدروا المواد الخام، فاحنا عايزين نصدر المواد دي متصنعه. انا هدي لحضرتك برضو مثال، يعني منتج الكاكاو، منتج الكاكاو ده ماده خام. السعر بتاعه دايما بيبقى فيه هبوط وسعره متراجع جدا. بالظبط. انما لما نيجي نتكلم ان مثلا سويسرا لما بتاخد المنتج ده بتحوله لشوكولاته، السعر بتاعه بيبقى عامل ازاي؟ دي بنقول عليها الفاليو اد، القيمه المضافه. فالهدف ان برضه نستغل الامكانيات الموجوده في افريقيا، ان ممكن انا اجيب الماده الخام مثلا من دوله زي كوت ديفوار او دوله اخرى، ان انا اعمل عمليه التصنيع في دوله ثانيه، ان انا اجيب الباكينج او المنتجات اللي انا هغلف فيها في دوله ثالثه، ممكن اجيب عماله من حته ثانيه، ممكن مستثمر من دوله رابعه. اذا هتتكلم هنا على عمليه تكامل انتاج، وده من اكثر السياسات الناجحه جدا، وده اللي هيخلي كل دوله افريقيه عايزه تشارك معاك. تمام، احنا بنشكرك طبعا شكر جزيل الدكتور صابر شاكر استاذ الاقتصاد الدولي بجامعه حلوان. طيب نروح دلوقتي للدوري المصري، وامبارح كان في ماتش ما بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا اللي فاز فيه الفريق الابيض بثلاث اهداف مقابل هدفين، وقدر ان هو يحافظ كمان على صداره الدوري برصيد 51 نقطه. المباراة امبارح كمان كانت صعبة جدا على الفريقين، والزمالك بدأ الشوط الأول بقوة ولكن بدأ الأداء يتراجع مع الشوط الثاني. خلونا بعد دلوقتي نحلل المباراة مع بعض أكتر مع ضيفنا اللي على الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ رامي بشاي. أهلا بيك. صباح الورد عليكم. وصباح الورد عليك. وعايزين نبتدي بقى كده نحلل مباراة أمس، فتحب تبتدي بإيه؟ أحب أبتدي بالآخر وبالحدث الأهم اللي الناس كلها تم بيه خلال الساعات اللي فاتت. هنتكلم عن المباراه، ولكن عايز اكلمكم الاول عن موضوع اشرف بن شرقي. نادي الزمالك اعلن بشكل رسمي اول امبارح ان اشرف بن شرقي خلاص مش هيجدد عقده ومش هيكون مستمر مع نادي الزمالك. واشرف بن شرقي شارك امبارح في المباراه، والبعض ربط ان دي ممكن تكون اخر مباراه ليه مع نادي الزمالك. بس ده كان متوقع من زمان يعني، صح؟ بالظبط، كان متوقع يعني. هو كان في اتجاهين، ان اما يجدد عقده وطبيعي ساعتها هيكون موجود يكمل موسم، او ان هو يفضل ان هو ياخد تجربه جديده، وده اللي اعلنه رئيس نادي الزمالك ان الراجل بيفضل يروح في الدوري القطري او الدوري التركي. اوكي. فسالنا بن شرقي، ده اللي انا كنت عايز اقوله لكم يعني في الاول، انت مكمل ولا خلاص دي اخر ماتش معاك؟ انتوا عارفين ان الدوري هنا عندنا في مصر مستمر لحد نهايه شهر 8، في اي مكان في العالم الدوري خلص اصلا. احنا عندنا ربنا يدينا طول العمر عقبال ما الدوري يخلص بجد. طب ايه اللي بيخلي المده تبقى طويله قوي كده؟ العادي ان اغلب الدوريات في العالم كله بتخلص شهر 6، بس احنا كان عندنا تراكمات من المواسم الثانيه. لو تفتكروا الفتره بتاعت كورونا كان الدوري وقف، فرجعنا قلنا نلغي الدوري، قلنا لا مش هنلغي هنكمل، فكملنا، رجعنا خلصنا متاخر، فالموسم اللي بعده خلصنا متاخر، فاللي بعده خلصنا متاخر، وهكذا. تمام.
فمن هنا بقى حصل فكره اللي هو طب انت طيب هتروح دوري تاني. بقيه اللعيبه برضو بتاعت يعني الزمالك اللي هو برضو كان في كلام عليهم، طارق حامد برضو مش عارف امبارح في اخبار كتيره قوي طلعت عنه وتصريحات، اعتقد ابو جبل برضو عايزين نعرف اخبار، فيعني قول لنا كده عن الاخبار اللي بتخص لعيبه نادي الزمالك اللي هم عليهم كلام ان هم ممكن يمشوا او يقعدوا يعني. طيب هقول لك موقف بالظبط ابو جبل ايه وموقف طارق حامد، بس عايز اقول لك قبل اقول لك حاجه قبل كده، يعني ان هو كان 99% من لعيبه نادي الزمالك اللي عقودها تنتهي الموسم ده كانوا خلاص مش هيكونوا بيكملوا، كان الكلام بس على اشرف بن شرقي. طارق حامد خلاص ده اخر موسم ليه مع نادي الزمالك ومفيش اي تجديد تاني، وطارق حامد واجهته المقبله هيكون الدوري السعودي، وفي كلام كبير من نادي الاتحاد السعودي عايز هناك بمبلغ كويس جدا وهيلعب موسمين. نفس الكلام لمحمد ابو جبل، خلاص نادي الزمالك قرر بشكل نهائي وتام انه مش هيجدد له. امبارح يعني الاستاذ امير مرتضى المشرف على الفريق قال لنا كده، لو جه قال طارق وابو جبل بالتحديد لو جم قالوا تعال نجدد ببلاش احنا هنقول لهم لا شكرا احنا مش محتاجين. يعني ده كلام نهائي؟ اصل الكلام النهائي ده بيطلع كذا مره، يعني انا بسمعه كذا مره انه اللعيبه دي هتقعد او اللعيبه دي مش هتقعد، لا خلاص ده اخر ماتش ليه، لا ده اخر موسم ليه، فيعني ده يعني كلام نهائي؟ كلام نهائي وتام وحاسم. تمام. طيب احنا عايزين برضو نعرف من حضرتك، يعني امبارح في الاداء كان الشوط الاول الزمالك متقدم وبعد كده بدا في الشوط الثاني يتراجع، يعني من وجهه نظرك ليه حصل تراجع في اداء نادي الزمالك؟ طيب هو في كذا سبب، اول سبب ان فريق سيراميكا طبعا فريق محترم جدا وبيمتلك مدرب كبير اسمه احمد ثاني، احمد ثاني من المدربين الشاطرين جدا في مصر وبيقدر يقرا المنافس كويس، وفعلا احمد ثاني عمل تغييرات نجح ان هو يرجع الماتش وهو بيمتلك كمان ادوات ولاعيبه كويسه، بجانب ان نادي الزمالك اصلا عنده غيابات كبيره جدا، نادي الزمالك اصلا بيلعب تقريبا بدون خط دفاع، يعني خط الدفاع بتاعه كله اغلبه ناشئين، محمد طارق وحسام عبد المجيد، عنده اصابات كتير ناحيه الشمال وناحيه يعني ناحيه الشمال مثلا عبد الشافي مصاب واحمد فتوح مصاب، ناحيه اليمين حازم امام والمكلوسي مصاب، في الدفاع محمود علاء وعبد الغني مصابين. فطبعا بخبرات فيريرا قدر يعدي الماتش، ولكن فريق سيراميكا نفسه فريق قوي، الموضوع مش فكره الزمالك بس، لا الناحيه الثانيه فريق قوي بيمتلك مدرب قدر ان هو يسمع الفريق وكان قريب من التعادل، ولكن المساله اتحسمت بخبره نادي الزمالك في النهايه وفاز 3-2. طيب انا عايز اخرج بره ماتش الزمالك شويه لانه امبارح برضو عايزين نطمن لو عندك اخبار عن لاعب الاسماعيلي باهر المحمدي اللي يمكن كان برضو تعرض لمشكله صحيه في المباراه وخرج صعب تخض كده. تم التواصل مع اكثر من مصدر داخل النادي الاسماعيلي منهم الكابتن حسني عبد ربه مدير الكره يعني في الفريق، واكد ان اللاعب زي الفل وما فيهوش اي مشكله، هو كان فقد الوعي صح في نص المباراه. بالظبط هو اللي حصل بالظبط ان اتشاط كوره جامده جدا جت في دماغه فالمدرب خرجه، بعدها بشويه هو ما فقدش الوعي على طول، بعدها بشويه حس ان هو مش متزن هو بيجري راح وقع. فلا هم اطمنوا عليه وراح المستشفى على طول، استاد غزل المحله هناك المستشفى جنب الاستاد على طول. فخدوه على المستشفى عملوا له فحوصات وكانت زي خبطه جامده شويه كده سمعت في دماغه بس ما وصلتش لمرحله الارتجاج او لا قدر الله حاجه تانيه يعني كبيره، يعني لعب كويس. تمام الحمد لله وطمنا على باهر محمدي، وبنشكرك كمان شكر جزيل الناقد الرياضي رامي بشاي على هذه المداخلة. خلينا بس نتكلم على سيرة ان الكورونا كانت هي السبب في تأجيل المباريات، فهي الكورونا على فكرة لسه موجودة بس هي الفكرة انه ما بقتش تأثيرها بنفس القوة اللي كانت موجودة قبل كده، يعني خليني اقول برضو عن تجربتي كده سريعا في الكورونا، واعتقد برضو كريم نفس الشيء انه يعني جت بس بقت في شكل يعني دور برد تقيل شوية او متوسط، يعني مش زي بقى الكارثة اللي كانت بتحصل طبعا خصوصا لما بتلحقها في اولها خالص. واعتقد انه الناس اللي هي واخدة كمان التطعيم اكيد بيفرق بالنسبه لهم. صحيح. لو الدور البرد بيجي بقوه او يمكن حتى الناس اللي هي ممكن تبقى عندها يعني السكر او الضغط برضو الدور البرد لو جه تقيل ممكن ياثر بشكل يعني اقوى شويه، فيعني هو اهم حاجه ان احنا ناخد بالنا يعني بالزبط. نستمر في يعني بلاش نستمر نرجع تاني للاجراءات الاحترازيه اللي هي اجراءات بسيطه جدا، نحافظ على النظافه الشخصيه والتباعد الاجتماعي والكمامه في الاماكن اللي هي مغلقه والاماكن المزدحمه، علشان ممكن انه حد يجي له الكورونا يبقى هو يقدر يتحملها ويقعد يومين ثلاثه او خمسه في البيت، لكن ممكن يعدي حد
ما يقدرش ان هو يتعافى منها او يسبب بعد كده يعني تعقدات صحية بعد كده تبقى مش لطيفة يعني. بالظبط كده. خلونا بقى دلوقتي نروح نشوف درجات الحرارة اللي متوقعة النهاردة ونرجع لكم مرة تانية. اهلا بحضراتكم من جديد. طب احنا مها عايزين نروح نشوف تقرير كده لطيف عملناه مع الشارع مع الناس في الشارع علشان نسالهم عن سؤال بتاع يعني حيوان بينام او يقدر ينام لمده 3 سنين. اوه فيري انترستنج كويستشن. هو مبدئيا يا بخته الحيوان اللي بس هقول لك يعني انا عايزه اقول لاحمد الرشيدي طبعا احمد يا جماعه بيجيب مواضيع فعلا اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا بره الصندوق وبيقعد ينكش الناس كده بخفه دمه في الشارع وهو السؤال فعلا دمه خفيف وفعلا يعني مثير للجدل او مثير للمعرفه لانه فعلا يا بخت اللي يعرف ينام 3 سنين ده النوم ده سلطان. 3 سنين مش كده؟ نوم يعني صيف شتاء يعني اي حاجه بتحصل كورونا بتحصل حرب في اوكرانيا مش كده؟ هو نايم ده قاعد 3 سنين ده يعني هو لو نام 3 سنين يبقى زمان عدت عليه كورونا وسنه كمان ده احلى ده لو نام في 2019 يعني احنا بنتمنى بس ننام 8 ساعات على بعض اللي هو يقول لك الانسان بيحتاج من 7 ل 8 ساعات يعني ما تيجوا نشوف يا جماعه تعالوا نشوف تعالوا نشوف مين اللي نام 3 سنين ده عايز اعرف منك الحيوان اللي ممكن ينام 3 سنين متواصله الحيوان اللي ممكن ينام 3 سنين متواصله ينام 3 سنين من غير ما يصحى ياكل خالص هو نام قال لك انا هنام وما اصحاش بقى اصحى براحتي بقى براحته دي قعدت 3 سنين ازاي هيعيش اصلا يعني عادي خالص في كده فعلا حيوان الكسلان وعشان كسلان يعني او اكل النمل حاجه زي كده اكل النمل في حيوان اسمه اكل النمل في حيوان اسمه اكل النمل الحيوان اللي نام 3 سنين 3 سنين العزر اشمعنى بس هو صغير على طول بيبقى جوه البيت يعني وكده جالي لاج جالي لاج اللي اسمه ايه؟ جالي لاج انا جالي لاج انت ايه ال 404 فكر كده ممكن يبقى ثلاث سنين؟ ثلاث سنين كتير قوي ما هو كتير جدا كسلان كسلان؟ اشمعنى كسلان؟ ما هو اسمه كسلان هو كسلان فممكن بقى يبقى كسلان فينام ثلاث سنين هو كسلان فينام بقى كتير براحته ثلاث سنين لا ده محتاج معجزه في حيوان سبب ينام 3 سنين متواصله حيوان في كده كائن شبه الباندا مش فاكره اسمه ايه اسمه كائن الكسلان كسول حاجه كده الحيوان الميت ما في حيوان ينام ده حيوان الميت ما ده كده هينام طول حياته خلاص الباندا الدب القطبي الدب القطبي تقريبا ممكن ينام 3 سنين متواصله ما يصحاش عادي ممكن
عشان بيبقى سمين فما بيحتاجش اكل ولا قاعد لوحده دايما فممكن زهقان فينام. ما هو بينام سمين بيصحى نحيف يعني. بيقعد فتره ما ياكلش. ما هو عشان كده بيحرق الدهون اللي مو. عايز اعرف منك ايه الحيوان اللي ممكن ينام 3 سنين متواصله؟ انا 3 سنين الغنفض. 3 سنين ليه؟ الغنفض. غنفض وانت ايه؟ الكوالا. كوالا ولا غنفض؟ لا الكوالا. وانت؟ انا اقول الغنفض ان شاء الله. متاكد؟ متاكد بدون الواحد ينام قبل لا يجي. اريها قبل ما تيجي. اريها فين؟ هنا بالجوجل ماب. جوجل ماب. بالجوجل. بالجوجل. في جوجل. اي والله. هذه راح حب حق الشعب المصري. اخوانكم الكويت احسن ناس. يا حبيبنا. يا مرحبا. خلاص؟ خلاص كده. القنفذ ها؟ القنفذ. القنفذ خلاص انا اثق فيه انا. تثق فيه؟ اثق فيه. اي. ثقة عمياء؟ معلوماته صحيحة. كلها؟ لا ما راجل شكله بيقرا وبتاع. اي مصدق انا معك. ما شاء الله عليك ربنا يحفظك يا حبيبي. اللي بالك بس هتموت بس. حيوان النائم معروف ده. حيوان النائم. الحيوان النائم ده بيكون بالغابات حلو وبينام كتير. شكله ايه طب وصف لي كده يعني دايري على مربع مثل مربع ولا داير يعني مثل البندة. بندة صغير. سؤالنا النهاردة هو إيه الحيوان اللي بينام 3 سنين متواصلة؟ طبعاً سمعنا إجابات كتير مختلفة بس الإجابة هي الحلزون. هو الحيوان اللي بيقدر ينام 3 سنين متواصلة من غير ما يصحى. أحمد الرشيدي تنتي بي. الحلزونة يا اما الحلزونة مش دي اللي كان بيقولها صح؟ يا بخت الحلزونة اللي بينام 3 سنين مش كده؟ يعني بصراحة دماغ يعني برافو عليه والله برافو عليه. واللي يعني اللي يقدر ينام 3 سنين ده يعني ده عبقري. ده عبقري فاهم الدنيا صح. يا جماعة النوم ده از هيلينج يعني. يمكن في ناس كتير قعدوا يتكلموا على ان النوم ده بتاع الناس الكسلانة. لا النوم ده فيه شفاء للجسد وفوائد عظيمة جدا وبيبقى يعني بيبقى مهم جدا للناس اللي عندها اكتئاب ان هي تنام عشان لان خلايا الجسم بتجدد نفسها في النوم. فالنوم على فكره مهم. فطبعا السنيل يعني عظيم ان هو ينام 3 سنين طبعا. لا يعني وكمان اعتقد انه الناس حتى لو ما عندهاش اكتئاب ممكن تنام 3 سنين برضو لطيف جدا. انا شخصيا الكوالا والباندا والحاجات اللي هي رايقه مع نفسها دي بتمثلني جدا بصراحه. في الحيوان في برضو كان حد في التقرير مع احمد بيقول الكسلان. حيوان الكسلان جميل جدا. الحاجات دي بتبقى لطيفه قوي والله. اتحرك بالراحه قوي كده. اصل في الاخر تجارب الحياه انا بالنسبه لي تجارب الحياه اثبتت جمله ملحوقه يعني. انا بلاقي في الاخر ان اللي بيقعد يجري يا عيني ده وبيزي كده اول ذا تايم عادي جدا بيلاقي ان في حد اخذ مكانه او اتساوى بيه وكان ماشي براحته يعني. فاللي هو زي فكره السلحفه والارنب فاهم. فالواحد مش مفروض يجري بصراحه. صح. انا اتعلم يا جماعه من الحلزون وننام ننام يعني كل واحد ينام بالقدر بقى يعني حقيقي ينام القدر اللي هو المفيد ليه يعني. طب كفايه كده عشان صحابنا في الكنترول روم هيناموا مننا على فكره. كله عايزين نكمل الحلقه. كله عايزين ينام عشان الصبح بدري بالظبط. خلينا نروح لتقرير دلوقتي عن مبادره اسمها صيف بلا غرق واللي قررت محافظه الاسكندريه ان هي تعملها علشان تتجنب حالات الغرق اللي بتشهدها المحافظة أو شهدتها المحافظة كمان في السنة اللي فاتت بالذات. المبادرة بتوفر وسائل الحماية والإنقاذ السريع عن طريق استخدام الجيت سكي وتدريب عمال الإنقاذ ومراقبة الأبراج على أعلى مستوى للحد من غرق أي من الناس في البحر. تعالوا نروح نشوف التقرير ده ونرجع مع حضراتكم مرة تانية. كابتن اهلا بيك على شاشه قناه تن. عرفنا من نفسك وكلمنا احنا شايفين في عدد كبير من الجيتس موجود على شواطئ اسكندريه فكلمنا ازاي بيتم تنفيذه في عمليه الانقاذ. اهلا وسهلا بحضرتك. مع حضرتك كابتن اسلام رضوان. هو الجيت سكي ده معمول للانقاذ السريع. حاجه وسيله سريعه جدا بتحافظ على حياه المصيفين وبتدي لهم الامان والسيفتي والناس بتبقى مطمنه والحمد لله ما عندناش اي مشاكل خالص. الجيت في وسط الناس وتقدر حضرتك نبقى نعمل عمليه تيست وتشوف السرعه بتاعته. وعندنا الرجاله بتاعتنا متدربه من الاتحاد المصري للانقاذ واخده الاسعافات والسرعه على الانقاذ. طبعا عمليات اجراءات عمليات الانقاذ طبعا لما بنشوف حاله بتغرق جوه
بنعمل الاجراءات السريعه، اسرع اجراءات عندنا، لان الثانيه هنا بتفرق. الغريب هو متعلق في اشياء، فبندور ننزل المكنه وبندورها، وبيبقى معايا سائق تمام، وبعد كده بننزل بندخل بنلحق الغريب نطلعه ونشده على الجيت، وبعد كده دي طبعا بتبقى باسرع سرعه، يعني بسرعه فائقه يعني معنى صح، لان الثانيه هنا بتفرق عامه. الغريب بيبقى في نفس الوقت برضه متعلق في اشياء. انا هنا مسؤول عن الانقاذ وعن البرج ومراقبه الشاطئ. لو كان في حاله غرق جوه او اي حاجه بدي انذار بالصفاره بتاع الجيت، هو بيفهم على طول ان في حاله جوه، بيدخل بالجيت باللايف جاكيت وبينقذه في نفس الوقت. اهلا بحضرتك على شاشه قناه 10، عرفنا بنفسك وكلمنا ايه رايك في الاجراءات الانقاذ الموجوده على الشاطئ هنا بما ان حضرتك من رواد الشاطئ. لا، في تجديد كمان، في حاجات زي البدلات والجيتس، وكمان في الناس كلها هنا مخليه بالها كمان على الشاطئ على طول غير الاول خالص. يعني في حاجات جديده حلوه يعني على الشط، مخلينا كلنا عائلات مرتاحين، والعيال طول النهار في الميه، مفيش اي قلق ولا في اي حاجه خالص. احنا كل سنه بنطلع طبعا شاطئ وبنفس المكان دوت بنطلع، بس السنه دي غير السنه اللي فاتت. يعني السنه اللي فاتت ما كانش فيه نظام، ما كانش فيه هرجله، فيه هرجله، فيه مش عارف ايه، وفي صخره وفي حاجات. اما دلوقتي لما جينا السنه دي لقينا فيه توضيب اكتر من اللازم، في امان، تحط يعني ايه الحس كده نفسك مظبطين الترابيزات، قاعد وشايف ابنك قدام منك، شايف الحاجه يعني لو في اي حاجه مثلا بيروح بعيد او بتاع. فبنشكر يعني، انا بشكر يعني رئيس المجلس المدينه والمجلس بتاع اللي هو مظبط الدنيا يعني احسن من الاول يعني بكتير. اهلا بحضراتكم من جديد. احنا هنروح دلوقتي لموضوع جميل جدا، وهي زياره اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان لبيت الاديب والمفكر الراحل عباس العقاد، وده بمناسبه الذكرى ال 133 لميلاد عملاق الادب العربي عباس محمود العقاد، واللي تم توجيه اللجنه الدائمه لتنظيم هدم المباني والمنشات غير الاليه للسقوط والحفاظ على التراث المعماري باستكمال اجراءات الترميم الخاصه بالمبنى كقيمه تاريخيه. كمان بيتم دراسة مدى إمكانية تحويل البيت لمتحف أو مزار، وده علشان قيمة الراحل الأديب الكبير عباس العقاد اللي بيعتبر واحد من أهم الأدباء في تاريخ الأدب المصري والعربي بشكل عام. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من يعني حفيدة الأديب الكبير عباس العقاد الدكتورة رشا عبد العزيز العقاد. صباح الورد على حضرتك يا دكتور. صباح الخير. اولا يعني احنا مبسوطين جدا بوجودك معنا النهارده في صباح الورد، وعايزين نعرف منك لما بيتم يعني الكلام او بتشوفي يعني هذا الاهتمام بذكرى الاديب الكبير عباس العقاد، بتحسي بايه وشايفه موضوع انه يتم امكانيه يعني تحويل المنزل لمتحف او مزار، ده بيحسسك بايه؟ ده انا الصراحه بحس ان الناس مهتميه بالعقاد، لان ده قيمه لاي بلد طبعا. واحنا مصر الناس بتتكلم على النيل والاهرامات وعن السياحه، فاحنا هنتكلم على المزار الثقافي. فيعني اسوان يعني جميله، فلازم نهتم برضو بالاشياء الثقافيه اللي فيها. فمزار يعني لما الدوله تهتم ببيت العقاد دي حاجه بفخره لينا، احنا نفتخر بان البلد بتهتم بالاديب عباس محمود العقاد. طيب دكتوره رشا، يعني احنا عايزين نعرف بقى يعني مشاهدين على حضرتك اكتر، يعني حضرتك الدكتوراه بتاعتك في ايه او تخصصك في ايه؟ تاني حاجه اداره اعمال حضرتك. اهلا بيكي. وطبعا احنا عارفين انه الراحل عباس محمود العقاد لم يتزوج، فبس احنا عايزين نوضح حضرتك حفيدته ازاي يعني. بابايا يبقى ابن عمه. اوكي، بقى كده احنا بنوضح عمه، يبقى العقاد يبقى عم بابايا، يعني عم والد ابن اخوه، يعني ابن والد أخوه. حضرتك يبقى ابن اخوه.
طيب تقول لنا ايه تاني عن الراحل عباس محمود العقاد، وخصوصا ان احنا كجيل يعني ده في بقى الجيل الصغير يعني ممكن يكون لسه مش مستوعبه تماما، لكن احنا كنا كجيل اكتر حاجه كانت بتتقال لنا انه علم نفسه بنفسه، يعني هو وصل للاعداديه وبعد كده هو اشتغل على نفسه وعلم نفسه الى ان وصل لهذه المكانه العظيمه، فايه اللي ممكن تقوليه يكون ملهم للشباب؟ ان احنا نقرا القرايه. هو وصل الابتدائيه ولا الابتدائيه بس. فازاي انه يكون يعني هو برده دي معجزه برده انه حد يكون وصل للابتدائيه وقدر انه يصل لهذه المكانه كمان. حضرتك ان انت تثقفي نفسك ان انت تقري، القرايه مفتاحك. هتعرفي حاجات كتيره، هو قرف حاجات كتيره، مش قرف الادب بس، قرف كل المجالات. نعم. يعني نهتم بالكتاب، اهم حاجه الكتاب، الثقافه. ودلوقتي طبعا المجالات اللي هي المعلومات، احنا كلنا في قريه صغيره، يعني ممكن عن طريق التليفون انزل كتاب اقراه. كان زمان الموضوع يعني بقى اسهل كتير. يعني كان زمان الكتاب ده علشان يحوش ويشتريه برضو مجهود عليه طبعا، انما احنا دلوقتي لا، بالتليفون وانا قاعده ممكن افتح الموبايل بتاعي انزل اي كتاب اقراه. فده اللي المفروض احنا نهتم بيه ونديه لاولادنا واحفادنا، ان هم يهتموا بالقرايه، يعرفوا ايه تراثهم، يعرفوا ايه الادباء بتاعهم، يهتموا بيهم بقراياتهم، بيقروا ايه، لان الغرب بيهتموا بينا، بيقروا عنا. فاحنا لازم نبقى عندنا برضو خلفيه ايه الاجيال القديمه، ايه الادباء ده، ايه العقاد، ايه طه حسين، ايه نجيب محفوظ. صحيح. الناس دي قامة، لازم احنا نعلم اولادنا ازاي يحترموها، يعرفوا ايه. طب ازاي يا دكتور عملوا ايه في يعني في المجتمع بتاعهم؟ ازاي يا دكتور يعني الاديب الكبير عباس العقاد اثر في اسرته؟ يعني لما تيجي تحكي لي عن اسره العقاد دلوقتي، ازاي كشخص وكاديب يعني كمان؟ يعني هو كان بيهتم ان هو يعني عيال اخوه ان هم لازم يبقوا مهتمين بالقرايه، لازم نقرا، لازم نتثقف، مش لازم يبقى في الادب بس، عموما لازم نقرا، نهتم بالقرايه، يهتم بقرايه كل واحد فيهم. يعني كان لما بينزل اسوان وبيجمع اولاد اخوه حواليه واحفادهم واولادهم، فان هو كان بيهتم ان هو القرايه ازاي يعمل لهم زي مسابقات في القرايه بحاجات بسيطه عشان يجذبهم بيها، يديهم زي هديه جايبها معاه من مصر او كده. فدي بتحفز طبعا ان هو الولد عايز يقرا علشان لما يجي عمه او يجي جده ان هو يبقى قدامه في الاسئله حلو قوي. وكان بيلم الاولاد حواليه بيحبوا الحكايه اللي زي كده، ان هم يعرفهم يعني ايه قرايه. احنا طبعا بنشكرك شكر جزيل ونورتينا في صباح الورد الدكتوره رشا عبد العزيز العقاد، يعني حفيده الاديب الكبير عباس العقاد، او يعني هي والدها يبقى ابن اخو الاديب الكبير عباس العقاد. ننتقل كمان دلوقتي معانا على الهاتف السياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. صباح الورد عليكم وان شاء الله صباح سعيد على مصر كلها. يعني انا عايز طبعا احيي حضرتك على المبادره دي والاهتمام بترميم منزل طبعا الاديب الراحل العظيم عباس محمود العقاد، فعايز اعرف برضو ونعرف المشاهدين هو المنزل تقريبا يعني عمره كام سنه وحالته كان شكلها ايه، وايه اهميه انه احنا نهتم بان احنا نرمم يعني المنازل الاثريه؟ واحنا بنشوف دور الدوله وبنشتغل عليه، يعني احنا المفروض ان احنا بنحافظ على التاريخ زي ما احنا بنحافظ على المعابد والمتاحف وكافه الامور الاثريه، احنا دوله فيها حضاره فبالتالي لازم نحافظ على ده. لكن احنا ما عندناش مع عباس محمود العقاد كتير، هو واحد يعني وفي اسوان، فبالتالي لازم احنا ناخد بالنا ونبقى عارفين ايه المعوقات والمشاكل الموجوده علشان نحافظ على هذا المبنى. هو المبنى طبعا متاثر لانه هو مبني من سنه 48 بنظام الحوائط السنده، فبالتالي بقى له فتره كبيره جدا، وفي جدار واحد بس ما بين الاثنين منزل اللي جنب بعض، يعني المنزل بتاعه والمنزل ايجار، فبالتالي حصل تاثير من الجانب الاخر فتاثر يعني احد اجناب البيت يعني. فطبعا يعني هو البيت بالنسبه لنا احنا هو تراث معماري يجب المحافظه عليه، وده الكلام اللي احنا بنمثل عليه مع معالي وزير الثقافه،
واحنا عندنا في عندنا اللجنه الدائمه لتنظيم وهدم المباني الايله للسقوط، وديت اللي هي خاصه بالتراث المعماري يعني. طب سياده اللواء، الدكاتره المختصين هو اللي ان شاء الله اللي هياخد القرار، واحنا هنشتغل على ابقاء هذا المنزل بافكار المهندسين والاستشاريين. سياده اللواء، هل بالفعل بيتم دراسه تحويل هذا المنزل لمتحف او مزار؟ يعني هل في امكانيه انه يحصل كده فعلا يا فندم؟ ده اللي هيحصل فعلا، لان احنا مش هينفع ان احنا يعني برضو مش هنقول استهتار، مش هنستهتر فعلا بهذه القيمة والقامة اللي كانت موجودة في أسوان، وفي نفس الوقت ده دور الدولة واحنا بنشتغل على كده. فان شاء الله هيتحول هذا المكان بعد الترميم وبعد التأكد تماما من ان شاء الله من صلاحية المبنى، وان هو قائم تماما بدون اي مشكلة، ان فعلا متأثر احد الأجناب متأثرة، فعلشان كده اللجنة دي لازم تاخد قرار في هذا الموضوع وازاي تحل هذه المشكلة. ايه خطة ما بعد الترميم يا فندم؟ يعني بعد ما يتم ترميم هذا المنزل، وعايزين نعرف برضو من حضرتك ايه المحتويات اللي هتكون داخل هذا المنزل، وهل هو مثلا هيكون متحف للزوار ولا هو اوريدي متحف؟ لا، هو حاليا مش متحف. يعني هو مكان، هو مكان وفي اسره واسره موجوده ومقيمه في الجانب السليم من المبنى، وكنا هنضيف طبعا، بس انا كنا عندي مرور، يعني معنى كده ان هم عايشين ومقيمين وممكن نقعد ونضيف عادي، ما فيش مشكله، يعني اسره موجوده قائمه يعني. فانا عايز اقول لحضرتك ان شاء الله المستهدف من بعد التاكد من صلاحيه المبنى وان شاء الله الاصرار على ذلك، سيتم ان احنا نحتفظ به كتراث معماري، وفي نفس الوقت كل ما يخص هذا الاديب العظيم اللي هو الرمز من رموز العلم والفكر والادب طبعا، اللي احنا بنحتفل النهارده 133 سنه على ميلاده، ان احنا ان شاء الله هنبقي على هذا المكان، وكل مقتنياته بالكامل هتتحول في الدور الارضي، لانه هو عباره عن دور ارضي واثنين دور فوق للاقامه. الدور الارضي ده بالنسبه لنا هو ده المزار اللي احنا هنشتغل عليه باحتياجاته، بكل مستلزمات حياته كلها، كل مقتنياته يعني. ان شاء الله مع الاسره هنتعاون ان احنا نعمل حاجه تشرف الدوله المصريه. يعني سيادة اللواء، دائما محافظة أسوان بتطلع لنا يعني الكثير من يعني الحاجات اللي احنا بنفخر بيها، إن كان في الأدب أو في الفن أو في التاريخ. يعني رأي حضرتك في إزاي احنا نقدر نفخر بمحافظة أسوان ونستفاد بكل ما يمكن أن تعطيه يعني؟ أنا عايز بس أطمن يعني الجميع وأطمن حضرتك إن فعلا عندنا هنا في أسوان في حاجة مختلفة شوية، يعني الاهتمام بالتعليم، الطلبة متفوقين بدون إمكانيات، بيقفلوا مجاميع، بيقفلوا مواد، وشاطرين مهتمين وبيغيروا من بعض، وده شيء كويس جدا في التفوق والنجاح، وده شيء عظيم. احنا بس كل اللي احنا بنقول ان احنا عندنا إمكانيات داخل محافظة أسوان كثيرة جدا، وخصوصا في البشر. احنا عندنا محمد منير، عندنا شيكابالا، عندنا ناس كبيره جدا موجوده في كافه انحاء مصر كلها، موجودين من اسوان وفي كافه المجالات. وعايز اقول كمان ان احنا كمان في عندنا يعني 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 في بعض الامور يمكن شويه هي بعيده عن المواطنين كلها، عندنا فرق فنون شعبيه، وعندنا كافه قصور الثقافه اللي موجوده فيها نشاطات مستمره، وداخل القرى كمان بتنفذ ذات. عايز اقول لحضرتك ان عندنا اكثر من حضاره داخل اسوان، منها الحضاره النوبيه، وعندنا فعلا ناس ليها يعني ايه نقول لينا تاريخ كبير جدا في اسوان، لازم نحترمه ونقدره. واحنا عندنا كمان يعني لو قلنا عندنا يعني السير مجدي يعقوب، يعني ده بس لوحده طبعا موجود في محافظه اسوان، ده يعني براند للمحافظه لوحدها. فانا عايز اقول لحضرتك ان احنا في اسوان في عندنا مميزات كتيره جدا، وان شاء الله في الفتره القادمه دي هنشوف حاجات كويسه في الفتره القادمه تحت قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله. باذن الله. سياده اللواء اشرف عطيه محافظ اسوان، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. ومشاهدينا سيبكم دلوقتي مع فاصل عشان نرجع باول فقراتنا الحواريه، تابعونا.
حضراتكم من جديد ورجعنا لكم في اول فقراتنا وفقره فنيه وسينمائيه مهمه جدا اللي هنتكلم فيها عن موسم عيد الاضحى المبارك والافلام اللي بتنافس في السينمات للموسم الثاني. احنا بنشوف عدد افلام قليل جدا في الاعياد وده شيء يعني جديد علينا في الحقيقه. عايزين نعرف ايه سبب التراجع في انتاج الافلام ده وهنعرفه بالتفصيل في فقرتنا وهنعرف كمان ايه الجديد اللي هيتعرض في عيد الاضحى بالسينمات. خلونا نرحب بضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ خالد شاهين. صباح الورد واهلا بيك. صباح الورد يا مها. خلينا نتكلم يعني بشكل عام، يعني احنا دلوقتي بنتكلم في عصر بقى فيه منصات والمنصات مساحه عايزه يعني عايزه كم انتاج يكون موجود عليها سواء كانت افلام او كانت مسلسلات، وشفنا ان في افلام كانت بتنزل في السينمات وبعد كده بتبقى اول عرض على المنصات. ازاي ده موجود وفي نفس الوقت احنا بنلاقي عدد الافلام قليل قوي اللي بينزل في السينما؟ هو يعني المنصات مش كتير بالشكل اللي انت تتخيليه يعني، وقليل جدا يمكن هي منصه واحده بس اللي بتشارك بدون ذكر اسماء في انتاج الاعمال اللي هي الخاصه بها هي بس. ودايما الاتجاه بيكون للدراما مش للسينما، لان المنصه مش هتنتج عمل سينمائي او يعني فيلم، مش هنقول سينمائي بقى، فيلم يعني، وبعدين تعرضه في السينما وبعدين بعد كده يكون العرض الثاني ليه عندها. هي عايزه دايما يكون العرض الاول على المنصه نفسها مش في السينما، فعشان كده المنصات ما بتشاركش في انتاج الافلام، بتشارك في انتاج الاعمال الدراميه. احنا عندنا طبعا في تراجع في انتاج عدد الافلام بشكل كبير جدا خلال السنين اللي فاتت دي، يمكن بسبب خروج بعض الشركات الانتاج من السوق بشكل كبير. السينما ما بقتش زي الاول، المنتج بقى ينتج او يصرف وينفق رقم كبير جدا على الاعمال وفي نفس الوقت ما بيلاقيش هل سبب خروج او انسحاب بعض الشركات عن انتاج الافلام انه حصل كورونا وركود والسينما من قبل كورونا؟ خلينا نكون واضحين، الموضوع من قبل كورونا. يمكن شويه كانت القنوات الفضائيه في مصر وخارج مصر كانت بتشارك بالانتاج، يعني مثلا كان المنتج يروح يتعاقد مع عدد من الفنانين وحتى قبل ما يبدا يصور الفيلم يبيع الفيلم للقناة الفضائية، سواء كانت القناة الفضائية ديت مثلا من القنوات المشفرة أو القنوات المفتوحة، وياخد عربون أو ياخد ديبوزيت يعني، ويبدأ أنه هو يشغل نفسه. فهو بيكون متأكد وواثق أن خلاص هيجيله مردود، أنه هو فلوسه هترجع له. بس برضه هو يعني لو تسمح لي، أنه يعني انت بتقول انه دي بالنسبه للافلام اللي هي بتعرض في دور العرض يعني. طب ما هو حتى المنصات، ما هي لو انتجت افلام برضه هي هتنزل على المنصات، او حتى هتنزل على المنصات فقط. ماشي، ما هو بس ما فيش حتى افلام بتنزل على المنصات فقط يعني هي الفكره ان احنا مش بس انه يبقى في افلام او الانتاج القليل مش بس في دور العرض، انما حتى على المنصات هو الانتاج مش كبير يعني. فاعتقد انه هي الهدف الاولاني او الفكره الاولانيه انه يبقى في افلام بصرف النظر هي بتعرض فين يعني. فليه برضو ما فيش انتاج لأفلام على المنصات او حتى للفضائيات؟ يعني انه يبقى دلوقتي حتى بنشوف عالميا الفضائيات بتنتج افلام وبتعرضها عندها هي بس. طيب زي ما انا كنت بتكلم بشوية، زمان او مش زمان قوي يعني، من حوالي مثلا 10 سنين ولا حاجة، القنوات الفضائية او عدد من القنوات الفضائية كانت بتشارك في الانتاج، ما بقاش ده يحصل دلوقتي. ليه؟ لقلة المعلن دلوقتي. اصل الموضوع كله هو حلقة او دايرة احنا بندور فيها، اللي بيتحكم في سوق الانتاج بشكل عام هو المعلن، الاعلانات نفسها يعني. لان دلوقتي هي القناه الفضائيه هتنتج فيلم ليه او هتشارك في انتاج فيلم ليه؟ ما علشان تعرضه عندها فتجيب رعاه او تجيب سبونسر والى اخره يعني. سوق الاعلانات دلوقتي قل جدا خاصه في القنوات الفضائيه، وخد يعني منه السوشيال ميديا. هي المنصات ممكن بالزبط تستفاد بالاشتراكات. طيب خلينا نتكلم على الافلام بقى بتاعت العيد، يعني ايه الافلام اللي موجوده؟ احنا هي افلام قليله بس خلينا ناخدهم مره واحده. هو كيرا والجن ده رقم واحد، ويمكن ده الفيلم الاضخم انتاجا خلال السنين اللي فاتت دي كلها، وهو بيروج ليه ان هو الاكبر انتاجا يمكن على في تاريخ السينما، لان هو كلف تقريبا حوالي 100 مليون جنيه. نجمين كبار هم اللي بيقوموا بيه، ده المعلومات اللي خرجتها شركه الانتاج او الشركه المنتجه يعني، رقم كبير جدا جدا.
هل هيقدروا ان هم يعني 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 يتحصلوا من ايرادات السينما وبيعوا بعد كده؟ الله اعلم، بس ده حاجه خاصه بيهم هم. الفيلم بيجمع بين كريم عبد العزيز وبين احمد عز لاول مره، مروان حامد كمخرج، عوده للسينما برضو بشكل مختلف تماما. الفيلم كله على بعضه هو حاله مختلفه جدا، لانه هو كمان بيتارجت فكره محبين التاريخ، لان هو طبعا متاخد عن روايه 1919 لاحمد مراد. السينما التاريخيه هي مش كتير، واحنا يعني ما بتحققش كمان يعني في خلينا بنكون واضحين في السينما يعني. يمكن حتى فيلم الكنز ده كان اخر حاجه كان فيه بعض الدراما التاريخيه، ما حققش الايرادات اللي كانت متوقعه رغم ان هو كان فيه عدد كبير من الابطال. اتمنى وتقريبا كان فيه فيلم برضو حرب كرموز لما كانوا يعني هي برضو بس تقريبا حرب شبه كرموز كوميرشال اوكي، بس مش ماخوذ عن قصه حقيقيه فعلا وقت ال يا ماخوذ طبعا في بعض الاحداث الحقيقيه يعني. بس اقصد ان الدراما بقى اللي في كيرة والجن هي كلها يمكن احداث حقيقيه حصلت في فتره 19 1919 ومقاومه الانجليز وهو الاخر، بتدور حوالين شخصيتين اللي هو كيرة وشخص تاني اسمه هو. عموما موضوع اي المواضيع الافلام اللي بتبقى ماخوذه عن قصه حقيقيه دي بتكون اكتر الافلام قريبه للناس يعني، بيبقوا عايزين يشوفوا فعلا ايه اللي حصل وازاي ده كان بيحصل على ارض الواقع، فدي من الحاجات اللي بتبقى اتمنى والله يا مها، لان بطبيعه الجمهور انا كنت حتى بتكلم مع صديق ليا امبارح وكنت بقول له دايما كل مثلا 10 سنين ولا حاجه الفكر بيختلف والجيل بيختلف. يعني مثلا الطفل اللي كان عنده 8 سنين من 10 سنين دلوقتي عنده 18 سنه، بقى هو جمهور، بقى يشكل اتجاه نفسه، هو اللي بيروح السينما. احنا معانا كمان فيلمين تانيين، فيلم تسليم اهالي وفيلم بحبك. طيب عايزين نتكلم، عايز اوضح حاجه. تسليم اهالي لحد دلوقتي لم يتخذ قرار بشكل كامل او بشكل واضح بان هو ينزل. طب هو فيلم عمهم طبعا ده اللي مؤكد انه مشارك بالظبط مؤكد. هو فيلم بحبك ده لتامر حسني. طب نتكلم عن عمهم، نتكلم عن عمهم مبدئيا. عمهم برضو عودة لمحمد إمام للسينما. الفيلم بيجمع بين الكوميدي وبيجمع بين الأكشن شوية. هو بيجسد شخصية ملاكم ومدرب، وبعدين هو وصديق لي بيتورطوا أو بيروحوا لمطبعة فلوس وبتورطوا بعد كده في قضية وبيحاولوا أن هم يخرجوا منها. ده ملخص الفيلم. طيب في فيلم التاني تامر حسني بحبك. ده تامر حسني وهنا الزاهد، اول لقاء ليهم بعد سنين طويله جدا، لان هو اللي اكتشفها في مسلسل فرق توقيت، كان برضو من عدد من السنين كده. الفيلم رومانسي كوميدي، يمكن هو بس بيغلب عليه طابع رومانسيه. هيرجعنا تاني للي قدمه تامر حسني في عمر وسلمى، الماتشنج بين الكوميدي وبين الرومانسي. طيب ايه اللي يعني من وجهه نظرك كده نقول ايه نظره زي ما بيقولوا الايجل اي كده من فوق، يعني ايه اللي بينقص خريطة السينما المصرية؟ يعني احنا دايما بنشوف، طبعا هو مفيش مقارنة، بس يعني لما بنيجي نتكلم على هوليوود مثلا بتشوف تنوع رهيب في نوعية الأفلام، يعني في الرعب وفي السياسي وفي الاجتماعي وفي الرومانتك كوميدي، يعني في تنوع غريب وفي الغموض وفي السسبنس وهكذا والاكشن يعني وتنوع. احنا ايه اللي ينقصنا دلوقتي؟ احنا بنلعب في ثلاث اربع حاجات بس، مش فيش اكتر من كده. ليه يعني ما بنخرجش عن ده؟ يعني ليه احنا ما عندناش نمط القماشه شويه؟ احنا امكانياتنا كده، ما يعني احنا يعني اقصد ان احنا ما نعرفش نعمل رعب لحد دلوقتي، مع ان كان في محاولات. طب انا بقول لك لما بنعمل رعب احنا بيتضحك علينا، بيتقلب كوميدي. احنا نفسنا بنضحك على نفسنا، يعني اقصد ايه ده بجد احنا خوفنا. هو كده، فاحنا بنلعب في حاجتين بس ثلاثه، الرومانتك كوميدي او الرومانسي او الاكشن قليل، والاكشن طبعا وشويه يعني اجتماعي، يعني دراما اجتماعيه، رغم ان الدراما في السينما ما بتجيبش في شباك التذاكر كتير يعني. لكن يعني في افلام زي ما كنت بتتكلم، الافلام اللي هي التاريخيه اعتقد لما بتتعمل بشكل انتاج محترم بيطلع المنتج الحقيقه كويس، يعني اللي احنا بنشوف في الدراما وفي السينما. يعني بص هقول لحضرتك على حاجه، السينما في الاول وفي الاخر رغم انها فن ولكن هي تجاره.
الأعمال التاريخية هي صعبة جدا في إنتاجها، الحاجة التانية مكلفة جدا، الحاجة التالتة ما بتجيبش الإيراد اللي هو بيغطي تكلفة الإنتاج. الحاجة الأهم من كده كمان يعني قليل جدا، أو مش عايز أقول قليل، يعني هي بتكون إحنا بنسميها السينما النخبوية، يعني مش اي حد هيروح يتفرج على فيلم تاريخي. يعني انت شايف انه احنا دايما بنقول معادله السينما هو فن وصناعه طبعًا وتجاره طبعًا. فهل بتشوف في خلل في هذه المعادله في الثلاث عناصر لصناعه السينما؟ ما هو ده اللي يعني ما هو ده السبب التراجع اللي احنا فيه. قبل كده ما فيش توازن في هذه المعادله بالظبط، يعني ما فيش التوازن، البالانس ده مش موجود، علشان كده في ازمه ان المنتج يدخل يعمل فيلم وبعدين يصرف عليه كتير جدا فما يجيبش برغم السينما. ان احنا بنقول بجميع دور العرض، ما هو يعني ايه جميع دور العرض بقى؟ ما هو احنا بقى على فكره احنا عدد دور العرض كمان قل جدا عن زمان، يعني زمان يعني في سينمات كتير قوي اتهدت. التارجت دلوقتي بقى على دور العرض اللي موجوده في المولات بس، وجمهور المولات بقى مختلف عن الجمهور بتاع زمان اللي كان بقى ينزل في سينما الشارع. احنا يعني ثمن التذكره بقى عالي جدا جدا، وده بقى يحرم عدد كبير جدا من الجمهور ان هو يروح السينما. يعني الموضوع محتاج دراسه، ومحتاج انه يتعمل احصائيات طبعاً، ومحتاج انه يعاد بقى هيكله الخطه بتاعه بناء السينمات او تصميم السينمات او سعر التذاكر، بحيث ان احنا نقدر نعمل هذا التوازن وان الفيلم لما ينزل نضمن على الاقل هو في عوده دلوقتي او في محاوله من وزاره الثقافه مع بالتعاون مع قصر الثقافه حاجه اسمها سينما الشعب. التذكره ب 40 جنيه ممكن تكون الاماكن نفسها مش مؤهله بشكل كبير ان هي مثلا، لان انا خدت التجربه ديت علشان اشوف هم بيعملوا ايه. هي مش دور عرض، هي قاعات صغيره جدا، مش بالشكل المريح ان انت تتفرجي على فيلم فيها، بس تجربه كويسه بدايه زي ما بيقولوا بنمشي العجل يعني بنزق العجل. نشكرك طبعا، شكر جزيل للكاتب الصحفي خالد شاهين، نورتنا النهارده الصباح الوقت. شكرا ليك. هنطلع لفاصل وبعد كده نرجع لكم فقرتنا الثانيه، خليكم معانا. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والشكر لله وفيرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من نورك يا رب اهديني ثبت لي ايماني وقويني وانصرني على مين يعديني واكفيني شر الايام من نورك يا رب اهديني ثبت لي ايماني وقويني وانصرني على مين يعديني واكفيني شر الايام ده انا كل من صنع ايديك وتكالي يا إلهي عليك ده أنا كل من صنع إيديك وتكالي يا إلهي عليك يا الله يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين الله 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 الموهبة الجميلة عمر عبد الوهاب، يعني أهلا بيك وصباحك صباح الورد. صباح النور، نورتنا ومنورنا النهاردة في صباح الورد، وهتسمعنا بقى حاجات يعني وأغاني كتير. أنت يمكن تواصل معاك الفنان تامر حسني لما سمعك، احكي لنا عن الموضوع ده، حصل إزاي ويعني سمع إيه بالظبط ولما كلمك قال لك إيه؟ أنا كان عندي 11 سنة وكان كنت كانت اول فيديو ليا يعني اصوره ونزلته على البيج بتاعتي على الفيسبوك. ده كان انت كان عندك 11 سنه، يعني كان من امتى؟ يعني من اربع سنين، من ثلاث سنين اربع سنين. بس يعني لما نزلته هو شافه ونزل ستوري بالفيديو ده.
طيب يعني انت صغير قوي عمر على انك تبقى بتعزف جيتار وبتغني يعني عايزين بقى نعرف الناس بيك اكتر. انت طبعا 14 سنه يعني في ثالثه اعدادي تقريبا، داخل اولى ثانوي. داخل اولى ثانوي، احكي لنا بقى قصتك مع المزيكا مع الغنى. باباك والدك اعتقد ان هو فنان برضو، يعني كلمنا كده عن نفسك وعن العيله. تمام. انا وانا في كي جي 2 كانت ماما لما كانت بتعزف بيانو، هي ماما بتعزف بيانست يعني، كانت لما تعزف حاجه كنت انا بسمعها واقولها يعني بغنيها. هي وبابا اكتشفوني بقى من هنا. باباك فنان برضو؟ اه، بابا بيعزف عود بس بجانب ان هو مهندس كمبيوتر يعني، وبيكتب اغاني برضو. بس لما اكتشفوني بداوا يشكوني في مسابقات كتير وحفلات، وبدات اخد مراكز كتير على مستوى الجمهوريه والمحافظه. المزيكا درستها ولا سماعي بس؟ لا سماعي. واو. طيب بما ان احنا ذكرنا تامر حسني، ما تسمعنا حاجه كده بقى لتامر حسني. حاضر، هسمع حضرتك وهي ايه الحياه. يلا بينا. يلا بينا. عمر، احكي لنا ازاي اشتغلت على نفسك في ان انت تتعلم تعزف وتغني في نفس الوقت وبشكل احترافي زي ده. انت قلت يعني كهوايه لحد دلوقتي ما درستش حاجه بشكل بروفيشنال. انا الجيتار يعني كنت بابا بيعزف عود، علمني الاساسيات الجيتار لما انا اخترته. وانا بدات بقى اعلم نفسي يعني واتدرب واحده واحده بجانب الغنى طبعا، ومع التدريب قدرت اوصل الحمد لله طبعا. برافو. طيب تقدر تسمعنا ايه تاني؟ يعني انا يعني سواء انت ممكن تغني لنا حاجه لبهاء سلطان مثلا. ماشي، تسمعنا حاجه. انا غلطان. طيب انت كده دخلت في منطقه صعبه قوي على فكره. لا انا غلطان على طول. بهاء سلطان اصلا. انا بحب الاغنيه دي جدا. يلا بينا.
وانا غلطه عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك، عشان كده يعني بقيت منفعشي ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك، وكان مفروض ما احبكش ولو حبيت ما بينش، ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيك. وليه طيب؟ عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني، بتخسر حب مش سهل تلاقيه تاني. انت ازاي بتعرف تتمرن يعني على المزيكا بتاعتك وفي نفس الوقت بقى وقت المدرسه يعني المذاكره؟ وكان عارف ان دلوقتي احنا خلاص اجازه الصيف والدنيا اكيد ابسط بكتير قوي، بس في وقت المدرسه يعني بتعمل ايه بقى؟ بتنظم وقتك ازاي يعني وكده؟ والله انا بخصص وقت لكل حاجه يعني. بصحى طبعا اول حاجه طبعا لازم اعملها اصلي واقرا قران، وبعدين بقعد اذاكر، وبالليل افضل اتدرب بقى وبعدين انام وهكذا. طب بصراحه بصراحه بقى شاطر في المذاكره ولا خلاص انا دماغي في المزيكا والمذاكره دي يعني بعديها كده؟ لا شاطر يعني. شاطر وبتجيب مجموع عالي كمان. ما شاء الله ما شاء الله. تاتش وود يعني. يعني عاده بتبقى الناس اللي هي يعني بتعمل حاجه هوايه بيبقى اسهل الموضوع في تنظيم الوقت، بيساعدها على تنظيم الوقت صح؟ طب عمر انت كده يعني ما شاء الله يعني تاتش وود احنا شايفين موهبه عبقريه يعني، وانت خلاص داخل على اولى ثانوي، خطتك ايه بقى يعني علمي ادبي؟ طب هتدرس؟ هل في ناس مثلا تقول لك لا انا هدرس يعني اللي اهلي عايزينه وابقى بعد كده ادرس الهوايه، ولا انت ناوي من الاول بقى تدخل تدرس مزيكا بعد ما تخلص ثانويه عامه؟ انا هخش ادبي، وانا كنت عايزه اخش هندسه. بس من ادبي انا مثلا هندسه صوت انا بحبها جدا. اوكي يعني انت عايز تدخل هندسه صوت وهتدرس ادبي مش هتدرس علمي. اوكي. طب يعني يعني لو انصحك يعني خش علم رياضه. لا ما تدخلش علمي لو سمحت، انا ادبي متحيزه لادبي. طيب احنا عارفين ان انت يعني برضو في اغنيه من الحانك ومن كلمات والدك صح؟ طيب اسمها ايه الاغنيه؟ اهل الهوى. اهل الهوى. طب ما تسمعنا اهل الهوى. يعني والدك بيعزف عود وبيالف اغاني. طب حلو قوي. ومهندس كمبيوتر ما شاء الله. La 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 la. يا صاحب الخلق العظيم بوصفه، وصف العظيم تكرما وثناء. يا صاحب الوجه المنير تبسمت من فيض نور طلعتك السماء. صلى عليك الله زادك رحمة للعالمين وللقلوب شفاء. يحتار في وصف الجمال أهل الهوى، ويتيه في ألفاظه الشعراء. يحتار في وصف الجمال أهل الهوى، ويتيه في ألفاظه الشعراء. يا صاحب الخلق العظيم بوصفه، وصف العظيم تكرما وثناء. الله حلوة جدا. جميلة جدا.
عمر، انت ما بين يعني اخيرا عشان احنا عايزين نختم معاك باغنيه، بس ليا سؤال سريع يعني، انت ما بين ان انت غنيت عاطفي وغنيت مناجاه او ديني او روحاني، انت بتميل اكتر لايه؟ حابب تتخصص في حاجه معينه ولا هتبقى دايما ماسك تنوع الغناء بشكل عام؟ مش واضح السؤال. يعني انت عايز تتخصص في غنى ديني، انت غنيت حاجات ديني او مناجاه او روحاني يعني، وغنيت العاطفي لتامر حسني وبهاء سلطان، انت حابب تتخصص بعد كده في غنى معين يعني غناء ديني مثلا بس ولا غناء عاطفي بس؟ لا ولا؟ انا بحب اغني كل حاجه يعني، كل انواع الغنى. بس بميل اكتر للحزين يعني. لونك غامق قوي يعني، لونك غامق قوي وحزين يا عمر. طب احنا بنشكرك على وجودك معنا ونورتنا، ويعني عايزين نختم بقى باغنيه، سمعنا حاجه كده نختم بيها. حاضر، ممكن نقول بحبك بتاع تامر حسني. يلا بينا. اوكي يلا. تعالي انا بقولك ايه، قلبي ازاي كده ريحتيه، عارفه بحس معاكي بايه، حياه طمنتيني على عمري، يا ديتي على طول صبري، كفايه اسمي صوتك حلاه، وفيكي سيبيني شوية أحب أنا فيكي، عمري الواحد مش هيكفيكي، أقولك فيك بحبك ولياني، عارفة أما بشوفك كده جيالي أول حاجة بتيجي في بالي، أقولك إيه بحبك، قربك مني بيدفي، خلي إيديكي على كتفي، شكلك حلو قوي في حضني، يا قربك مني بيدفي، خلي ايديكي على كتفي، شكلك حلو قوي في حضني، يا وفيكي سيبيني شوية احب انا فيكي، عمر واحد مش هيكفيكي، اقول في بحبك ولياني، عارفة ما بشوفك كده جياني، أول حاجة بتيجي في بالي، أقولك إيه بحبك